لدى استقبال سموه لعدد من أعضاء السلطة التشريعية أعرب صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة والبرلمان. وأكد سمو رئيس الوزراء على أهمية ما يطلع به أعضاء السلطة التشريعية من دور تعدى الحيز المحلي إلى الإقليمي في ظل مساعيهم لإقامة علاقات وثيقة مع البرلمانات العالمية، لتشكل هذه العلاقة لبنة أخرى في تقوية علاقات المملكة مع مختلف دول العالم في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة وسمعة طيبة. في حين رفع رئيسا مجلسي النواب والشورى وأعضاء السلطة التشريعية أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة منح سموه وسام الاستحقاق ذو النجمة الذهبية الكبرى من الطبقة الأولى من عائلة هابسبورغ الملكية ومجلس مدينة هولبيرن النمساوية، وذلك تقديرا لجهود سموه في حماية المجتمعات وتفانيه في دعم وتعزيز الأنشطة الخيرية والإنسانية والسلام. وأشاد رئيسا وأعضاء مجلسا النواب والشورى بالجهود الخيرة الدؤوبة التي يبذلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من أجل السلام على المستوى الإقليمي والعالمي. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى والحضور جملة من الموضوعات ذات الصلة بتطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه ضرورة أن يتوازى مع التعاون السياسي تكاملا اقتصاديا يجعل الكيان الخارجي قادرا على المنافسة العالمية، خاصة في ظل المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الخليجي ومقومات الاستثمار المحفزة لدى دول مجلس التعاون.